السلام عليكم الدراري، كلشي بخير لاباس عليكم. واحد القضيه اللي كيسول على الصوت ما صافيش. انا نعطيك مثال بحال هكا، الصوت ما كيكونش صافي، اللي عنده الصوت ما صافيش في البيانو بحال هكا مثلا. الصوت كيبان مخرش شويه، فهمتي؟ يعني ما صافيش كيف ما كتسمعوا. ده اي حاجه اي صوت، يعني هنا الاصوات بعض المرات يكون شي واحد راه مقادر راسه، وبعض المرات يكون هو خاسر من الديب، من كيف ما تصايب هو راه خاسر، يعني ما يمكنش ليه تصايب. انما الا بغيتي يعني كتصفي واحد شويه بحال هذا الصوت بحال هكا، كتجينا هذا البيدال، هذا البوطون ديال البيدال كتلقاها شاعله، غادي تبقى تطفيها الا لقيتيها شاعله كتطفيها. يعني بعد كل اللي كتجي مع شي اصوات كل اللي ما كتجيش معاه، ولكن لقيتي شي صوت ما كتجيش، شي صوت ما يعني مخرشش وشاعله فيه هذيك البول، هذيك البوطون، طفيها. يعني كانت شاعله بحال هكا غادي تطفيها، غادي تسمع بحال هكا مثلا. واللي عنده مشكل اخر واحد اخر عاوتاني، اللي كيقول لك عاوتاني كيبقى يتعاود الصوت كيبقى يتعاود بحال هكا مثلا. بقى يتعاود جوج مرات، كيبقى يمشي بشوية الدبدابة. اتجي لهنايا للطاب، هادي تي ابي كتورك عليها، كيطلع لك هنايا واحد البوطون ديال الميوزيك، هاهي ميوزيك هنايا، حتى هي كتكون شاعلة. الا كنتي تعاود الصوت كتكون شاعلة هادي، الا طفيتيها ما تبقاش تعاود الصوت. غادي نورك عليها بحال هكا، غادي نطفيها، ما غاديش يبقى يتعاود الصوت كيف ما قبيله، سمعتي؟ يعني انت شوف دابا انا نشعلها، انا غادي نطفيها، انا غادي نشعلها، انا غادي نطفيها. حتى بحال مثلا دابا يمكن لك يعني تعزف بحال هكا، يمكن لك تخليها ولكن بحال مع هذا الصوت هذا ما كتجي احسن من هذيك، احسن من هكا. ملي خليناه بحال هكا كتجي احسن من في هذا الصوت هذا، كتجي احسن يعني لما نخليوهاش بحال هكا كيف ما كان في الاول. يعني هاد الاصوات هادو كاين اللي كتجي مع هاد القضيه ديال هاد الميوزيك، كاين اللي كتجي معاه وكاين اللي ما كتجيش معاه. اما هاد القضيه ديال البيدال هادي ديال الصداع كتعاود، راه بعض الاصوات ما كتجيش معاهم، وبحال هاد الصوت هذا راه ما كتجيش معاه، يعني ما كتجيش معاه، كتجي اغلبيه كتجي في الكمانجه في داك البيدال. اما اللي عند الصوت يعني ماشي فيه المشكل، راه داك البيدال بقى داك البوطون اللي في البيدال بقى طفيوها وكرا تخدم لكم مزيانة. وحتى هنا كنكونوا الدراري فيديو قصير على القضية، حيت كي الدراري كيسولوا بزاف على القضية ديال الصوت، قلت ندير عليها فيديو باش يعرفوا. نتلاقاو فيديو اخر ان شاء الله. مع السلامه.